بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم الطاهر للجميع، حلقة جديدة مع الشيف سيد أبو الدهب. هنبدأ النهاردة مع بعض في عمل البطاطس كروكيت. دي بطاطس محشية بالجبن، وهنبدأ المقادير معاكم إن شاء الله دلوقتي. اتفضلوا. دي جبنة فيتا وجبنة شيدر مبشورة، معانا بقدونس، بطاطس مشوية في الفرن، لازم تكون مشوية ومبشورة عشان يبقى تدي قوام، دقيق، بقسماط فيجيتار، عدد بيضتين. التوابل معانا النهارده، معانا ملح، معانا كمون، معانا بابريكا، معانا فلفل اسمر. هنبدأ في طريقة العمل مع بعض. بطاطس زي ما اتفقنا مشوية في الفرن ومبشورة، بقدونس حوالي 50 جرام، معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة البابريكا، احنا عايزين يخلي لونها مدي للمحمر شوية، معلقة فلفل اسمر. نبدأ نقلب مع بعض، لازم الكل يبقى متجانس، عشان كده كده دي هنكورها مع بعض وهنحشيها زي ما حضراتكم شايفين، كلها ميكس مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. نعجنها كده كويس، لان هي ديت لو اتسلقت مش هتدي القوام ده، مش هتلف كده، لازم تبقى مشوية في الفرن وتبقى مبشورة زي ما حضراتكم شايفين كده مع بعض. كده هنبدأ في طريقة العمل. هي قدام حضراتكم كويس، نمكس الجبن، مكس الجبن كويس، ادي الحشو بتاعها. ادي البطاطس بتاعتنا، نقفلها مع بعض تبقى بالطريقة دي. نعمل واحدة تاني قدام حضراتكم. بطاطس كروكيت محشية بالجبن. الجبن المتوفرة عند حضرتك ممكن تعمليها، أي حشو جبن عند حضرتك ممكن تقدري تعمليها. احنا بنقدم طريقة العمل وتبقى طريقة كويسة. وأدي واحدة تاني كده، كورناها قدام حضراتكم اهيت بنفس الشكل، حطينا في الدقيق. الأول هنيجي للبيض بتاعنا، معلش أي حاجة، عدد بيضتين، ملح، فلفل، وادي الكمون، وادي البابريكا، أخفق البيض كويس لأنه معلش أي إضافات ولا لبن ولا اي حاجه. نزلت اهي دقيق، وادي البيض بتاعنا بالراحه واحده واحده قدام حضراتكم. ان شاء الله تبقى حاجه كويسه وتعجبكم، وحلقه النهارده تعجبكم ان شاء الله. نزلنا في البقسماط، بطاطس كروكيت محشيه بالجبن، طريقة سهلة وبسيطة وتقدم بشكل كويس.
طريقة البطاطس اهي بعد ما اتعمل البانيه، هنبدأ نقليها ونشوف طريقة التقديم مع بعض. طبعا احنا نزلناها في الزيت اهي قدام حضراتكم، تاخد طبعا طريقة القلي واحدة واحدة عليها في الزيت جدا عشان ما تتكسرش، يا دوبك تخش على نص تشوية وبعد كده نقلبها واحدة واحدة مع بعض، هنتابع برضو معاكم. طبعا دي شكلها النهائي بعد ما طلعت من الزيت، هنقدمها مع بعض قدام حضراتكم. اهي بطاطس كروكيت مقليه في الزيت، متاخدش وقت، طريقه سهله وبسيطه جدا. نقدم كل جديد قدام حضراتكم طبعا للكبار والصغار للجميع في قناه الطهي للجميع، بنقدم لكم كل جديد. يا رب الحلقه تكون عجبت حضراتكم، تحت امركم، طريقه سهله متاخدش وقت. ده شكل الطبق في النهايه يا جماعه، وطبعا احنا قدمناه قبل كده في الحلقات الاولانيه، وكنا وعدناكم ان احنا نقدم الطبق تاني بطريقه العمل بتاعته. وطبعا نشكر معجبينا بالقناه ونشكركم على تفاعلاتكم وعلى ارائكم الكويسه الطيبه، ونتمنى ان شاء الله برضو مشاركتكم، ونتمنى الدعم منكم، وتحت امركم في اي حاجه. ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش التفاعل، وارائكم تهمنا، وتحت امركم الاشتراك وتفعيل الجرس طبعا اهم حاجه، وده دعم لينا عشان نقدر نكمل ان شاء الله. تحت امركم. كان معاكم النهارده الشيف سيد ابو الدهب في حلقه بطاطس الكروكيت المحشيه بالجبن، وتحت امركم في اي حاجه، ونتمنى ارائكم واعجاباتكم، وشكرا، مع السلامه.